أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض الأئمة يختم في رمضان أكثر من مرة، يصلي التراويح إلى وقت السحور طوال الشهر، فهل هذا الفعل صحيح؟ كيف يصلي التراويح إلى وقت السحور؟ يعني كل الليل يصلي؟ هذا تكلف، هذا تكلف. يصلي التراويح في أول الليل ثم ينامون، وإذا أراد من أراد التهجد في آخر الليل يتهجد، إلا في العشر الأواخر فيجتمعون على التراويح وعلى التهجد، يجتمعون على التراويح وعلى التهجد كما كان السلف الصالح يفعلون هذا. أما في العشرين الأول فيؤدون التراويح في أول الليل ثم ينامون، ومن أراد أن يقوم آخر الليل ويتهجد لنفسه فهذا عمل صالح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.